طيب نسمع شوي لأنه ما في مايك. بدي نكمل الأنمية. المرة الماضية بلشنا نحكي. سامعيني؟ في داعي لمايك؟ المرة الماضية بلشنا نحكي عن الأرتمية وحكينا عن الأكشن بوتنشال. كتير مهم هذا يعني الدايجرام اللي هو هذا. كتير مهم لأنه بيحكي لي كيف الأيونز بتفوت وبتطلع ومين بيعمل inward و outward current يعني phase 0, phase 1, phase 2, phase 5 وكيف إنه expression over expression of sodium أو calcium بيعمل لي prolongation للأكشن بوتنشال وبينما ال over expression of potassium بيعمل لي shortening للأكشن بوتنشال وكيف هاي الأمور بتعمل. هلا in general الأرتمية لها ميكانيزمز. واحدة من الميكانيزم اللي حكيتها المرة الماضية اللي هي re-entry reactivation of cardiac myocyte while they are already activated. وحكينا هذا الشيء بيصير بالدرجة الأولى لما بيجي action potential أو electrical signal للخلية وهي بـ relative refractory period. نكسلها reactivation. الreentry لحتى تصير بدها شروط، بدها conditions، يعني أنت هاي الخلية بتكون مهيئة إنه يصير فيها reentry ولا لا. reentry بدها three conditions. أول شيء بدها إنها تكون يعني electrical signal جاي بخلية قلبية بعدين في عندها طريقين ممكن تسلكهم، عندها two pathways إنها تسلكهم. هون في عندنا cardiac myocyte، هون في عندنا cardiac myocyte. طلعوا على الفيجر مش علي. عندها two pathways اللي هم A و B. وتكون the velocity of the electrical signal of in one of the pathways is slower than the others. يعني الثانية إنها تكون سرعتها طبيعية وهون الجلس شايفين كيف صارت بطيئة. بيكون في هذا الشيء اسمه unidirectional block. يعني لما بتيجي electrical signal بدها تمرق هون ما بتقدر تمرق، بتلاقي block. هذا البلوك اما بيكون انها الخلية بتكون موجودة بالrelative refractory period او ممكن تكون fibroblast that is not conducting tissue او ممكن تكون جزء من الخلية القلبية هون ميتة مش قادرة انها تمرق electrical signal. اوكي معناته شروط الريلتري لحتى تصير عندنا an electrical signal that goes down two pathways. The velocity in one of the pathway is slow. وعندنا unidirectional block يعني بس بهذا الاتجاه electrical signal ما بتقدر تكمل لأنه في عندنا block. بينما بهذا الاتجاه بتقدر تتحرك. ليش؟ لأنه بطلت الخلية بهذا البلوك. هلا شو اللي عم بيصير؟ نفرض إنه electrical signal عم تنزل وصلت لحد هون لقت هذا البلوك ما قدرت تكمل. خلاص عملت اكتيفيشن لهاي المنطقه. اجت السيجنال من الجهه الثانيه بتمشي ببطء 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 ببطء. باي ذا تايم وصلت لهون بطلت الخليه بالريلاتيف ريفراكتوري بيريد، صارت سوري بطلت الخليه بالابسوليت ريفراكتوري بيريد، صارت بالريلاتيف ريفراكتوري بيريد. ليش؟ لانها الالكتريكال سيجنال مالها بطيئه. هو امتى بيكون بلوك؟ لما بتكون الخليه بالابسوليت ريفراكتوري بيريد. امتى بتقدر الخليه الالكتريكال سيجنال تكمل؟ لما بتكون الخليه بالريلاتيف ريفراكتوري بيريد. فلما اجت هون الالكتريكال سيجنال لقت هون بلوك اللي هو الابسوليت ريفراكتوري بيريد، لكن لما اجت وهي بطيئه باي ذا تايم وصلت لهون عدت الريلاتيف ريفراكتوري عدت الابسوليت ريفراكتوري بيريد ووصلت للريلاتيف ريفراكتوري بيريد. فهلا شفت الالكتريكال سيجنال هاي بتقدر ايش تكمل؟ تكمل تطلع هيك وبتكمل تطلع هيك تعمل لي إشي اسمه الريينتري أو سيركت اللي أسوشيتد بذ الريينتري. الريينتري بتعملي إشي اسمه سيركت، دوائر كهربائية زي مجال مغناطيسي اسم نحكي عنها سيركت. بتضلها ماشي 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 هيك. هذه الكونتينوس ريينتري بتعملي زي مجال مغناطيسي بيصير يطلع لي شرارات كهربائية للمناطق اللي بجنبها فبتدخل الخلية بي والمنطقة كلها بي. هذا الشيء إمتى بصير؟ ممكن يصير بالجلطات القلبية، بالهارت فيلير، بالهايبرتنشن، لما يصير عندنا ريمودلينج، لما يصير عندنا هارت فيلير، كل هذا ممكن يعمل الريانتري. Another mechanism للأرتمية هي الأبنورمال إمبولس فورميشن. يعني أنا مش إنه بصير في عندي خلية يصير لها ريأكتيفيشن، لا، خلية ما فيها أي شيء أو منطقة موجودة بالقلب ما فيها أي شروط الريانتري، لكن فجأة هي بتصير تطلع لي شرارات كهربائية بقوة أكثر من الأس إن 1. نحكي عنها إكتوبي هاي الشغلة، إنه منطقة بتصير هي قادرة إنها تعمل لي جنريشن لإلكتريكال إمبلس وهي مش مفروض تعمل لي جنريشن لإلكتريكال إمبلس. This is called abnormal impulse formation. وبرضو بصير بالإم آي، بالهارت فيلير، بالهايبوكسيا، بالإسكيميا. كل هاي هي عبارة عن يعني diseases associated with abnormal impulse formation. ممكن يكون عندي single إكتوبوس أو multiple إكتوبي.
هيك نحكي يعني ممكن يكون أكثر من منطقة بتطلع شرارة كهربائية أو منطقة واحدة. تذكروا أو ما مش أنتوا طلاب الصيدلة رح أفرجيكم كمان شوي لما نحكي عن الأرمية. في ناس بصير عندهم atrial fibrillation في مناطق دائما قريبة من البولمينري فينز، هاي المناطق بالعادة بصير فيها اكتوبي بصير يطلع الكتريكال امبلسز قوتها أكثر من الأسينود، فبصير هي البيس ميكر بتبطل الأسينود هي البيس ميكر، فهي بتتحكم بكهربة القلب وبتدخل المريض بالألم. معناته عندي abnormal impulse formation أو عندي re-entry كميكانيزمز للأرمية. هلا علاج الأرمية يعتمد على الأكشن بوتنشال اللي شرحناه المرة الماضية، إنه أنا ممكن تصير عندي over expression of sodium, over expression of potassium, over expression of calcium. عشان هيك أنا ممكن أعطي sodium channel blockers، ممكن أعطي potassium channel blockers، ممكن أعطي calcium channel antagonists. قلنا منضيف عليهم البيتا blockers because they are known to be negative chronotropic agent. وبرضه ديجوكسين لأنه كمان negative chronotropic agent. فبيقدر يقلل الهارت ريت وبالتالي ممكن يعالج الأرمية. نحكي عنهم هذه كلاسز. طبعا هذا الكلاسيفيكيشن فقط يعني عملوه زمان لسهولة الحفظ، لكن فعليا هلا ما له اي معنى، بس هو فقط لسهولة الحفظ. في عندنا كلاس 1 ميديكيشنز اللي هم الصوديوم شانل بلوكرز. صوديوم شانل بلوكرز they are subdivided in sub classes. يعني كلاس 1 ممكن يكون كلاس 1A، كلاس 1B، كلاس 1C. ليش قسموهم؟ لانهم لهم اختلاف بقدرتهم على انهم يخففوا الفيلوسيتي اوف الالكتريكال سيجنال. يعني the most effective هو الـ class 1C example على دواء بهاي الجروب هو الفيتامين، بعدين الـ class 1A example على هذا الدواء الكوينيدين، بعدين الـ class 1B اللي هو الليبوكين example على هاي الكاتيجوري. معناته class 1C قدرته إني أقلل الـ velocity أكثر من الـ class 1A أكثر من class 1B، لكن قدرتهم إنهم يخففوا الأوتوماتيسيتي اللي هي بيدخلوا الصوديوم بسرعة ويصير عندي phase 0 متشابهة. كلهم عندهم قدرة إنهم يمنعوا الأوتوماتيسيتي، لكن قدرتهم يقللوا الفيلوسيتي، سرعة الإلكتريكال سيجنالية مختلفة. الكلاس 2 هم البيتا بلوكرز، أي شيء بينتهي بنول هو بيتا بلوكرز. الكلاس 3 هم البوتاسيوم شانل أنتاجونست اللي هم بيشتغلوا على الهايبر بولاريزيشن، عشان هيك بي إنهبت الريبولاريزيشن أو الهايبر بولاريزيشن والريفراكتورنس اللي هي المرحلة الريلاتيف ريفراكتوري بيريود. إكزامبل عليهم أميودارون. It's one of the most effective medications to treat anemia. والأميودارون من الأدوية المميزة اللي إلها القدرة إنها تشتغل على كل الميكانيزمز of arrhythmia. يعني بيقدر يشتغل as sodium channel blocker, as calcium channel antagonist, and as potassium channel antagonist. عشان هيك إحنا بنعتبره one of the most effective medications. ولأنه بيشتغل على كذا ميكانيزم، أنا بتوقع كمان إنه شو كمان يكون إله side effect إله أكثر من غيره. عشان هيك It should not be used initially to treat the arrhythmia. بالعادي ما بنبلش بالأميدارون لعلاج الأرمية. ليش؟ لأنه أنا ممكن أستخدم دواء effective بأقل side effects. الأميدارون usually is reserved for class choice لعلاجات الأرمية. Okay؟ وآخر class هم الكالسيوم شانل أنتاجونست، ونحكي فقط عن النضع الهادوكيردين لأنهم هم الوحيدين اللي بيقدروا يشتغلوا على القلب. They are negative chronotropic agent and negative inotropic agent. They can be used لعلاج الأرمية. تمام؟ هلا بدي احكي بشغل عن كلاس 3. كلاس 3 حكيت اكزامبل اميدارون، في عندنا دروندانديرون، وفي عندنا سوتالول اللي هو عباره عن بيتا بلوكر بس at the same time can has anti potassium او can have anti potassium blocking activity. اوكي بيقدر يشتغل كبوتاسيوم بلوكينج ايجنت زائد بيتا بلوكر. مطالبين تحفظوا اسماء الادويه بكل كلاس، يعني اللون واضحين أميدارون في طلع هنا ليش بدنا نخلص فيها دروندارون اللي هو بوتاسيوم شانل بلوكر، بيوتيلايز سوتالول بوتاسيوم شانل بلوكرز، بلتازم بيرافيميل اللي هم كلاس 4، أما الصوديوم شانل بلوكرز بتعرفوا كلاس 1A عن B عن C. مش مطالبين تعرفوا لي بيزيد وبيقل، نعرف إنه الصوديوم شانل بلوكر بيأثروا على الفيلوسيتي وعلى الأوتوماتيسيتي، إنه البوتاسيوم شانل بلوكر بتأثر على الريبولاريزيشن والريفراكتورنس. رح نبلش هلا نحكي عن الأرمية، ورح نبلش عن نحكي عن البراديكارديا اللي هي less common than التاكيكارديا والفيبريليشن، وبالعادة بتكون associated with use of medications. يعني بالعادة احنا الناس ما بيكون عندها براديكارديا الا اذا استخدمت شغلة تعملهم براديكارديا، او شخص كثير كبير بالعمر، او شخص مثلا صابت جلطة قلبية او acute heart failure دخل بايش ببراديكارديا. لكن the more common causes of براديكارديا هم ايش؟ use of medication. في كثير medications ممكن تعمل براديكارديا، من اهم
أهمها البيت الأبيض، من أهمها الكالس من شنو الأنتابس، من أهمها دي جوكسن، من أهمها كل أدوية الأرنبة، ما كلها تشتغل لي على الهارت ريت وتقلل الهارت ريت. كل أدوية الأرنبة ممكن تكون سبب في البراديكاردي سايد إفكت لها. ممكن تكون البرادي كمان براديكارديا تكون إيجيباتيك إنيجر، يعني سببها مش معروف. بالذات عند كبار العمر ونوع من أنواع البراديكارديا هو ساينس براديكارديا، يعني الأس إي مود بطلت تشتغل من 60 للي صارت تشتغل بريد تحت الستين، تحت الستين. هلا في ناس يكون عندها بريد 50 55 إن فيري أنهم براديكارديا، لكن as long as they do not show symptoms of براديكارديا ما في داعي إنه أنا أقلع الموضوع. لأن المريض ما عنده symptoms، إحنا بنعالج symptoms البراديكارديا. إذا المريض يشتكي من dizziness، من hypertension، confusion، still the heart rate still عواطي تحت 60 go ahead and treat. But if the heart rate is less than 60 and the patient is asymptomatic ما عنده symptoms, there is no need to treat. إذا بدي أعطي treatment للناس asymptomatic أكيد بدي أرفع الهارت ريت. ما في داعي أصير أفكر بالإبنفرين دوبامين من أولها لحتى أرفع الهارت ريت لأنه الموضوع أبسط من هيك. ممكن أبلش بإشي less effective زي الأتروبين هو الأنتيكولينرجيك إيجنت. يقلل الأسيتيلكولين اللي المفروض بيزيد الباراسمبتيك أكتيفيتي بيقلل الهارت ريت، فأنا لو بعطي أنتيكولينرجيك برفع الهارت ريت. فالدراج أوف تشويس أولويز تو تريت البراديكارديا إذا البيشنت كان سيمبتوماتيك أبلش منين؟ بأتروبين. إذا الأتروبين ما ضبط في شيء اسمه ترانس فينس سيتي بنقدر نخلوه بيحطوا له زي الالكترود على الهارت ويعمل بيسنج ترانس فينس بيسنج. ترانس فينس بيسنج از فيري افكتيف في مثل التمبوراري في مثل التمبوراري. لما احنا بنعالج مريض عنده براديكارديا بعد ما عملت التمبوراري بيسنج مجرد ما نجعل الاسماء تشتغل بالريت الطبيعي بنشيل البيسنج. هاي الطريقه بدها كمان تخليه اذا احنا مش قادرين نخدر المريض او انه بدنا نستنى كثير لحتى نخدره بنفضل وقتها نعطي ايش؟ ابنفرين دوبامين اللي هم عباره عن أنالوجز لا الإفنفرين والنور إفنفرين بيقدروا يرفعوا الهارت ريت. في بعض الناس ممكن يحتاجوا آيزوبروتيرانول، أنا مش كثير مستخدمه آيزوبروتيرانول وعبارة عن أنالوج الإفنفرين بيزيد الكونتراكتيليتي والهارت ريت. في ناس حتى لو بعطيهم ميديكيشن بيرجع لقلب إنه يضلوا برادي، بالذات الناس اللي بيصيبها جلطة قلبية. أوكي؟ في بعض الجلطات القلبية بتكون قوية كثير، بالذات تكون صارت في مكان قريب من الأس إي مود، تضعف قدرة الأس إي مود إنها تشتغل بالريت الطبيعي. هذول الناس اللي يحتاجوا إلى بيرمنت بيس ميكر، أزعمة بطارية أبدية حتى تشتغل حالة الأس إي مود وتقدر إنها تحافظ على هارت ريت أكثر. تمام؟ أي مريض يصير عنده بريك كارديا أول شغلة لازم أفكر فيها شو الأدوية اللي بتاخذها؟ لازم أسأل شو الأدوية اللي بتاخذها؟ شو الديزيز الديزيز اللي عندك اياها لحتى اعمل اكسكلوجن فور بوسيبل كوزز اوف براديكارديا. يكون عنده هايبرثايرويديزم اللي عندك براديكارديا كمان. انا اي هاف تو اكسكلود اندرلاين ديزيز او ميديكيشنز بالدرجه الاولى قبل ما افكر ايش اعالج، وبعد هيك اعالج. ممكن يكون علاج كوري، ممكن يكون علاج بيرمننت يحتاج الى بيرمننت. هذا اول نوع من البراديكارديا هو ساينس. في شيء أكثر من البراديكارديا لكن سببه مختلف اسمه الأبيونت بلاتس. ذكر لما شرحنا عن الأبيونت الماضي قلنا هي فلتر موجود بين الأتريا والفنتركل، الهدف منه يقلل نسبة السيجنال اللي توصل للفنتركل. هلا نفرض إنه هذه الأبيونت بطلت تقدر تفلتر السيجنال، أو مش بطلت تقدر تفلتر، بطلت تقدر توصل السيجنال للفنتركل. الريت اللي هيوصل للفنتركل راح يكون أقل من العادة، وهذا رح يدخل الهارت في البراديكارديا. يعني ديجريز للأبيونت بلوكس، عندنا فيرست ديجري، سكند ديجري، اند ثيرد ديجري. فيرست ديجري بيشنت اللي بصير عندهم أبيونت بلوكس، شو اللي بيصير؟ الأبيونت شغالة تمام، لكن مش هلا السيجنال اللي بتيجي من الأس إي نود بتروح للأبي نود، بتكون الفيلوسيتي للسيجنال بطيئة تبعت الأس إي نود لما بتوصل للأبي نود فبتقل شوي. بالعادي هذول المرضى ما بيشكوا من سيمبتومز، يعني إذا شكوا من symptoms ممكن إنه نعالج، لكن بالعادة بيكونوا مالهم asymptomatic. We should not be worried about this type of abnormality. بيبين بالECG by the way. يعني هاي شغلة cardiologist إنهم يقدروا يعملوا لها evaluation الECG بالذات للناس مثلاً صابتها جلطة قلبية دخلت بالheart failure، حاطينهم بالICU في يعني 24 hours monitoring وECG. ممكن الدكتور ينتبه إنه عنده abnormality، بس as long as the patient is asymptomatic ما عنده dizziness ما عنده hypotension ما في داعي نعمل treatment. أنت
ببلش المريض يصير عنده سيمبتومز لما بيكون عنده سكند ديجري او ثيرد ديجري. هلا شو هي السكند ديجري؟ مش المشكله بالفيلوسيتي، لا، سكند ديجري سام اوف ذا اس اي نود الكتريكال امبولسز ار نوت كوندكتد ثرو ذا اي نود، يعني جزء من الاس اي نود الكتريكال سيجنال ما بيصير لها كوندكشن، ما بتوصل يعني ما بتنزل تحت الاي نود فما بتوصل للفنتريكل، فبدخل المريض ببراديكارديا. هذول المرضى بالعاده سيمبتوماتيك وبحاجه الى تريتمنت. نحكي عن هذا النوع موبس تايب 1 او موبس تايب 2، هيك تسميتهم بالنسبه للعالم اللي اكتشفها. بتكون اما المشكله داون من البنود هي اي بي نود او وين البندل اوف هيس اللي هي بعد الاي بي نود. عند الثيرد ديجري اخطرها، وبالعاده الثيرد ديجري بيصيب الناس بصير عندهم اس تي سيجمنت انيفيتد ام اي، يعني احدى الاي سي جي تشينجز اللي بتصير عند مريض عنده اس تي سيجمنت انيفيتد ام اي اذر ذان الاليفيشن، ممكن يصير في عندهم اي بي نود بلوكيد، ماشي، وبتبين على الاي سي جي يصير في عندهم نون، شوفوا نون اوف ذا اس اي نود الكتريكال امبولسز ار كوندكتد ثرو ذا اي بي نود، يعني ما بيوصلش ابدا للفنتريكل الكتريكال امبولسز. كيف المرض بيعيش؟ منهم ما بيعيشوش، في منهم يصير الكتريكال نفسه يطلع منه مناطق تعمل ابنورمال امبولس فورميشن لتشتغل بدل الاس اي نود. هذا هو يعني انواع الاريتميا، انه ليش عم بيصير اي بي نود؟ لانه رح يصير تضطر الفنتريكل انها تعمل ابنورمال امبولس فورميشن لحتى انها تقدر تشتغل. This is type of arrhythmia. هلا الـ AV node blockage الـ third degree والـ second degree بالعادة symptomatic وعلاجهم is identical لـ sinus bradycardia. ببلش بـ atropine، ما ضبط الـ atropine بعمل transvenous spacing، إذا ما ضبط هذا الـ temporary transvenous spacing أو مش قادر أعمل بفكر بـ epinephrine dopamine أو الـ atropinol، دائما أفكر شو هي الأدوية اللي بياخذها المريض. إيش من الأدوية أخذناها بيعمل لي AV node blockage؟ قلت لكم لما نوصل نعرف شو يعني AV node blockage. أي دواء بيقلل الهارت ريت رح يعمل لك، بس بالدرجة الأولى الثالث مشان الأنتيجنز بيرافي من الكتيرن والديجوكتن، حتى البيتا بلوكر ممكن تعمل، بس أكثر مين الثالث مشان الأنتيجنز والديجوكتن. أوكي؟ طيب خلينا نشوف. لا asymptomatic ما عنده symptoms ما في حاجة لتريتمنت. لا لا لا، اي مريض اي سيمبتوماتيك ما في داعي تعالجي. اوكي، اذا كان سيمبتوماتيك بعطي، بس اذا اي سيمبتوماتيك there is no need to treat. اوكي طيب خلينا نتطلع على الايتولوجيز للساينس بريديكارديا وللايبينود بلوك، they are identical يعني هذا التابل ودي بعده نفس الشيء. في بعض ديزيزز بتعمل فور اكزامبل الاسكيميا ام اي زي ما قلنا جلطه وبالاسينود، اوقات الكترولايت ابنورماليتيز هايبوكاليميا هايبركاليميا هايبوثايرويديزم هايبوثيرميا، كل الاوتو اميون ديزيز اللي بتصير بتصيب القلب، ممكن كمان زي الاميلادوسيس ساركيدوسيس كلهم ممكن يعملوا لي براديكارديا سليب ابيا او دراجز. والدراجز اذا بتطلعوا عليها موست اوف ذيم ار انتي اريثميك ميديكيشن، يعني ادينوسين هو انتي اريثميك ميديكيشن هنحكي عنه لقدام، اميدارون بيتا بلوكر، ممكن يكون كيموثيرابيتك ايجنت بيقتل الخلايا وذن ذا اس ان اود بيعمل براديكارديا زي السيسبلاتين فور اكزامبل، يكون ديتوكسين بتساعد على الأرنيا، فليتينويد اللي هو صوديوم شانل بلوكر، ممكن يكون أنتي ديبريسنت فلوكسيتين فور إكزامبل، فاكليتاكسل كيموثيرابيتك إيجنت، فيرابيمين سوتالول، كلها هاي أدوية أرنيا ممكن تعمل لي كمان براديكارديا وكذلك تعمل لي إيجنونات هلا رح نبلش نحكي عن the most common type of arrhythmia. رح نبلش نحكي عن التاكيكارديا والفيبريليشن. التاكيكارديا اللي هي تسارع في دقات القلب أو الفيبريليشن الارتجاع. أكثر نوع من أنواع الارتجاعات يعني شيوعاً هو الارتجاع الأذيني atrial fibrillation. هلا بشكل عام كل الأرrhythmيا in general بالذات لما بحكي عن الفيبريليشن less common than other cardiac diseases. الأرrhythmيا less common than hypertension less common than heart failure less common than tachycardia. لكن إذا أنا بطلع على كل الناس اللي عندهم أرنيا بلاقي إن الـ atrial fibrillation is the most common type of أرنيا among patients who have أرنيا. أوكي؟ بتصيب المشكلة بالأذعين، ممكن مالي إنتري أو abnormal impulse formation بتبطل الناس يبطل بتصير مناطق بالأتريا سواء بالرايت أتريوم أو بالليفت أتريوم وأكثر بالليفت أتريوم أو مناطق قريبة من الكونتري فيز اللي هو بالليفت أتريوم بتصير تطلع لي شرارات كهربائية فيما تشوف مش يعني ورقب ممكن توصل 300 إلى 600 بيت
قديش اكثر للاسئله مختلفه سرعه المعلقه بتكون قوتك عشوائيه ومش قويه يعني are not able to induce the contraction of the artery حتى يفضل الدم من الزلامين للventricle. احنا الهدف من contraction of the artery ننزل الدم للventricle. اذا كان عندنا difficulty ان قوتك بريماتور ما رح تقدر انها تعمل stimulation for full contraction of the artery to empty the blood from the artery to the ventricle. بالعكس تصير الآتي زي ما حكينا ترتجف تصير عندها ارتجاع او ترقص بالضبط ولما ترقص الدم اللي فيها ما بينزل لبعد يضل متجمع هون. هلا لو انتوا بتعرفوا كيف شكل الهارت بالذات اللي في الاكسل له افلش اللي زي جيبه صغيره لما بتهز الاكسل يعني بتصير تكون عندنا ثرومبس بالضبط زي كيف لما كان بيعملوا الزبده من الحليب بيحطوها بكيس ويخضوها وتطلع القشطه من فوق نفس الشيء الدم لما بينخض بالاتيه بصير في عندنا ثرومبس على السطح. هلا هذا الثرومبس ممكن يروح على الاكل افلش ويتخبى هناك. المشكله اذا رجعت الاتيه بعدين بتشتغل صح الدم مع الثرومبس بده ينزل لوين؟ للفنتكل ومن الفنتكل بده يروح على الرئة الضغطي ومن الفنتكل بده يروح على عبر كاروتيد ارتري لوين؟ للبرين وممكن يعمل لي ستروك. عشان هيك 25 cases of stroke related لمين سببها ايش؟ اتريال فيبريليشن. وعشان هيك مرضى الاتريال فيبريليشن احدى علاجاتهم بتكون في اني اعمل اسسمنت هل هو بحاجه انه ياخذ انتي كوبيان تو بريفنت ستروك. انه مش كل الناس عندها نفس الريسك اوف ستروك. في ناس عندها هاي ريسك تبول ستروك وفي ناس لا. اذا عندك هاي ريسك انا بعطي انتي كوبيان سكرين ديفينيت لمرض الاتريال فيبريليشن لحتى ايش؟ انه امنع حصول ستروك. اما اذا كان لو ريسك ما في داعي. رح نحكي يا رفاقي معناته العلاج من العلاجات من احدى اهداف علاج الادمية مش بس انه اعالج الادمية شو كمان؟ اعطي انتي كوجلانت تو بريفنت ستروك. الشغله الثانيه اللي بيخوفني بالاتريال فيبريليشن اذا كان الريت كثير عالي بالاتريا حتى لو تفلتر بالادينود حيوصل للفنتركل بشكل عالي يعني رح يدخلني بايش؟ بالفنتركلر تاكي كارديا وبالفنتركلر فيبريليشن بيعمل لي كمان هارت فيلر. فانا لحتى اقلل الريسك اوف هارت فيلر واقلل الريسك اوف فنتركلر تاكي ادمية انا لازم اعطي ادمية تو ريديوس الفنتركلر ريت صح؟ وتخفف من هل الهاي او الرابيد الكتريكال سيجنال. معناته ماي سكند جول بالاتريال فيبريليشن اني اعطي ميديكيشن تو كنترول الكتريكال ريت. ماي ثيرد جول اني اوقف هاي الادمية صح؟ هلا لما صارت هاي الادمية فبطلت الاسئله هي الفيس ميكر صارت النيو اريا اللي عم بتطلع شرارات كهربائيه هي الفيس ميكر لانها بتطلع شرارات كهربائيه بسرعه اكثر. فانا هلا الهدف ماي ثيرد جول از تو كونفرت تو ساينس ريدم. شو يعني ساينس ريدم؟ انه الاسئله ساينس يعني مكتوب فيها اسئله الاسئله هي اللي بتصير المسؤوله عن الريدم هي الفيس ميكر اوف ذا هارت. معناته وان اوف ذا جولز از تو بريفنت ستروك تو ريديوس الفنتركلر ريت تو كونفرت تو ساينس ريدم. هذول هي اهدافي بالاتريال فيبريليشن. طيب ايش الاهداف الثانيه ممكن؟ انه تو مينتين الساينس ريدم بالمستشفى انا عالجت ورجعت الاسئله هي الفيس ميكر في البيت بدي اعمل مينتنس بديش المريض يرجع يفهم بايش؟ بأدمية. هذا بنسميه مينتنس. بس انه بالعاده المريض اللي بياخذ ادويه كنترول بالفنتركلر بضله مينتين على الاسينود من ناحيه الفنتركلر. وفي هدف اخير مش موجود انا لما بحكي عن الاتريال فيبريليشن ام سبيكينج اباوت كورك ما له علاج بالذات للناس اللي عندها underlying disease. يعني الاتريال فيبريليشن بالعاده بيصير عند الناس عندها underlying disease عندها هارت فيلير عندها هايبرتنشن عندها دايبيتس اسكيميك هارت ديزيز فاضل من الهايبرتنشن كل هاي اسباب بتؤدي الى الادمية. بس في ناس ما بصير عندها ما عندها underlying disease وبصير في عندها ادمية نسميها lone atrial fibrillation patient. يعني atrial fibrillation in absence of underlying disease. بالعاده هذول بيكونوا عندهم genetic يعني causes او genetic roots للatrial fibrillation. عندهم مشكله بالايرن شانل اكسبريشن او مشكله بالهرمونز اللي عم بتزيد الريسك اوف ادمية. هلا بالعاده الatrial fibrillation is a chronic it's not a curable disease. لكن بعض البيشن very small category of patient اللي عندهم lone atrial fibrillation especially إذا كانوا صغار بالعمر ممكن أعمل cure. مش cure 100% هيقول 80% من ال patients اللي هم selected category of patient ممكن أعملهم شيء اسمه ablation وأنهي الأدمية بشكل كامل بدون ما يستخدموا الأدمية. بحكي كمان شوي شو يعني شو هي الفكرة. هي الفكرة إنه لو أنا عندي الهارت وعندي هذا الخير اللي بعين بطلع منه شرارات كهربائية ليش بيهم ابليجن يعني تو نكوي
هاي المناطق اللي تطلع شرارات كهربائيه موتها، يعني بتكون يعني سنجل كارديو مسار، فما بتكون تبطل تطلع شرارات كهربائيه. انا كيف عارف مكانها؟ بعمل شيء اسمه اليكتريك مابينج، يعني بيحط المريض بلاب يعمل يعني مونيتورنج للكهرباء في القلب، ويحاول يعمل ستيميليشن للقلب بحيث انه تبين هاي المناطق، مجرد ما شافوها يصير يكون بيكون. هاي الطريقة يعني need to be curable، بس مش عند كل الناس، يعني small category of patients اللي ما تكون عندهم underlying disease. إذا المريض عنده underlying disease، ما دام عنده underlying disease يعني كانت المبرمجة حطلها معه، وحتى لو بطل رح يرجع. لأنه أنا بحكي عن الأرمية، أنا بحكي عن الموديلينج، بحكي عن صار عندي fibrosis، بطل في عندي hepatic myocyte conductive tissue، صار عندي ischemia، صار عندي ديث للفابت مايوسايت، بطل تعمل كوندكشن للإلكتريكال سيجنال، هايبوكسيا، كلها هاي موجودة بالإم آي، موجودة بالهايبرتنشن، موجودة بالهارت فيلير، بتؤدي إلى إشي اسمه بيرزيستنت أرمية، الأرمية موجودة وبتضل هاي الأرمية. أتريال فيبريليشن إز أسوشيتد بالإيجينج، يعني كل ما الواحد كبر بعمره كل ما زاد الريسك أوف أتريال فيبريليشن، زي ما قلنا وجود الجزيرة الثانية. اللي كان عندنا ممكن تكون ستركتشرال، يعني ممكن صار عندي هايبرتروفي أو فايبرس، وهدول يعني ستركتشر تشينج في الهارت من اهم الاسباب الوصول للارميه. عشان هيك اهم شيء اللي قلنا على الري انتري قلنا ممكن تكون البلوك فايبروبلاست ما بتقدر انها تمرر الخليه الثانيه، او هايبرتروفيك فايبروبلاست تعبانه مش قادره انها تمرر الكتريكال سيجنال، ممكن يكون السبب الكتريكال يعني مشكله بالايرون شانل، صوديوم بوتاسيوم كتير كالسيوم كتير، هيدي الاسباب. بيكون ميتابوليك هايبرثايرويديزم مش ممكن يعمل لي اتريال فيبريليشن. One of the common causes of secondary atrial fibrillation is hyperthyroidism. في كثير ناس بيعملوا تاكيكارديا بتدخل بالاتريال فيبريليشن، اول شغله بيعملوا لهم اياها بيرسل لهم الثايرويد فانكشن او الثايرويد هرمونز، لانه زياده الثايرويد هرمونز كمان بتعمل تاكيكارديا، ممكن تدخل المريض اما بشيء اسمه بي اس في تي او اتريال فيبريليشن. بتكون الأسباب إسكيميك إن نيتشر، إسكيميا هتعمل لي هايبوكسيا وتعمل لي ريموديلينج، أو جيناتيك إن نيتشر إنه متوارث عبر العائلة. هلا مين اللي بيعمل لي ستركتشرال تشينجز وإلكتريكال تشينجز إسكيميك تشينجز؟ هم الهرمونز، إبنفرين لما بيزيد، نور إبنفرين، أنجيوتنسين، إبوثيلين، الألدوسترون مش لما بيزيدوا بيعملوا لي فايبروسيس، وبيعملوا لي أوكسيديتيف دامج، وبيعملوا لي إنفلاميشن، وبيعملوا لي إسكيميا. فهم الموديلاتري خلينا نحكي هون اللي بتشجع هاي الفكره. بطل مفهوم الارميه زي زمان ان الارميه هي فقط عباره عن ايون شانل اكسبريشن تشينجز، عشان هيك انا بدي اعطي الكترون الانتاجونست. غلط، بالدليل هلا اللي حكيت عنهم هذول الفور كلاسز اوف ميديكيشن، حتى الناس اللي بتاخذ هاي الادويه 50% اوف ذيم بيرجعوا عندهم اتريال فيبريليشن بالرغم انهم عم يستخدموا هاي الادويه. وش مين؟ إن الـ ion channel expression يا ربي أنت اللي عم تحكي؟ تحكي؟ مين اللي عم يحكي؟ مين اللي عم بحكي؟ إنه الـ ion channel أو changes بالـ ion channel مش هي اللي كانت بالأساسية بالآخر population. بالدليل لما أنا بعطي ion channel antagonist ما بتزيد المريض 50% منهم بيرجعوا تعبانين، معناته في عندي ميكانيزم ثاني. هلأ صار في اهتمام أكثر بشيء اسمه upstream therapy، بعمل تارجتنج للنيورو هرمون، بعمل تارجتنج للإندورفين، للإندورفين، الألدوسترون، والأنجيوتنسين. هلا كثير دراسات صارت تحكي الألدوسترون أنتاجنس آر إفكتيف، أنجيوتنسين كونفرتينج إنزايم إنهبيتورز، إندوثيلين أنتاجنس. أنا على فكرة في أشياء اشتغلت على إندوثيلين أنتاجنس في الأتريال فيبريليشن. كان كل شغلي إنه أشوف إنه الإندوثيلين أنتاجنس بيقدر يقلل الريسك في الأتريال فيبريليشن، دائما كان بيقلل الريسك في الأتريال فيبريليشن، دائما ألاقي الانيمال مودلز اوف اتريال فيبريليشن بالهيومن دائما الاندوثيليوم زايد، وبالذات في المناطق اللي موجوده قريب من البالميري فين اللي فيها اكثر مناطق بصير فيها ارميه، which means هلا انه علاج الارميه صار بايوند اللي احنا بنفكر فيه ايون شانل بلوكرز. هلا علاج الارميه صار كمان يعتمد على استخدام الانجيوتنسين كونفرتينج انزيم انهبيترز والارفز الالدوسترون اتاجرز زايد. خلينا نشوف شو اللي عم بيصير بالنورمال هارت. هلا هذا نورمال هارت عن الأسئنود بتطلع إلكتريكال سيجنال توصل للآتريوم، بصير فلترة عبر الأفينود توصل للإلكتريكال، ولما بتطلع على الإي سي جي بلاقي إنه الآتريوم كونتراكشن كورسبوند للبي ويف، بي ويف طبيعية وواضحة جدا. اللي بصير بال
atrial fibrillation كالتالي. إنه area within the SN1 أو بالright atrium أو زي ما حكينا باللفت atrium قريب من pulmonary veins بصير يطلع لي critical signal that are rapid, short, premature and chaotic يعني عشوائية. هاي الالكتريكال سيجنال رح تتفلتر بس رح تضلها ايش توصل للفنتركل بنفس الطريقه بتكون بريماتور وكواتيك ما رح تعمل لي فول كونتراكشن اوف ذا اتريا ولا حتى الفنتركل. في ناس كثير بصير عندهم اتريال فيبريليشن كوما بيؤمن عليهم لانه صار في ريدكشن بالكارديك اوتبوت مش بس الدم اللي عم ينزل من الاذين ما وصل للفنتركل وكميه الدم اللي طلعت من الفنتركل مالها قليله فبصير عندهم ريدكشن بالكارديك اوتبوت ممكن انهم يدخلوا بكوما. إذا بطلع على الـ ECG لاحظ ما بلاقي normal QA بلاقي irregularity it suggests إنه أنا عندي مشكلة بال atrial contraction اللي هو الـ atrial fibrillation. هلأ في ناس لما بصير عندها atrial fibrillation بيروح بيجي لحاله بدون أي علاج وهو قاعد بالبيت بحس قلبه ضايع. طبعا الناس اللي بصير عندها atrial fibrillation شو بيقصده وجعه كل من حيث قلبنا بيطلع من زلنا هذا ما هو بيدق بسرعة. أوكي بعد هيك في ناس بتضلها صاحية في ناس بتصير كونفيوز في ناس بتنوم عليها حسب السرعة وحسب قدرة القلب إنه يعمل كوردينيشن. هلا في ناس بصير عندها شيء اسمه باروكسيزمال إيفكت. باروكسيزمال يعني بيروح وبيجي لحاله خلال هذا الأسبوع حس إنه بيجي أتاكس بتروح وبتيجي لحالها بس ما بتستمر هاي الأتاكس لفترة أكثر من أسبوع. معناته باروكسيزمال سبونتانوس بيكون وكان يعني يعني can be improved but within less than a week without any treatment. هذا نحكي عن الباروكسيزمال. في ناس بصير عندها شيء اسمه باروكسيزمال persistence. persistence إنه أنا مدامي ما باخذ دواء لأن العلاج الآخر فبريشن رح يضل يعني رح يضل ممكن فترة أكثر من أسبوع لكن إذا باخذ العلاج إيش بصير دغري بيوقف يعني فعليا أنا مجرد ما حسيت السيمبتومز خلال أول أسبوع أخذت التريتمنت إيش بروح الأتريال فيبريليشن. عندي نوع ثالث هو البيرمننت أتريال فيبريليشن اللي هو حتى لو بستخدم ميديكيشنز لعلاج الأتريال فيبريليشن ما بروح الأتريال ممكن تخف البلاسيس التبعيضة تخف السرعة تبعت الهارت بيتنج بس ما بروح. This is called permanent أتريال فيبريليشن. شو المشكلة اللي بتصير؟ إنه إذا المريض ترك حاله وعنده باروكسيزمال أتريال فيبريليشن بدون تريتمنت ممكن يتحول ل persistent أو permanent. وكذلك المريض عنده persistent ممكن يتحول ل فعندنا هاي الظاهرة اسمها AFib AF يعني AFib AFibrigation AFib AFib بيجيتس AFib شو يعني بيجيتس بيزيد بيحول يعمل لي exaggeration لها يعني لو أنا كان عندي paroxysmal AFib ممكن يصير persistent أو permanent لو عندي persistent ممكن يصير permanent لو عندي permanent ممكن يصير أسوأ وأسوأ. فعشان هيك حتى الناس اللي عندهم يعني paroxysmal AFib شو لازم أعملهم أعالجهم. العلاج أصلاً إلزامي للباروكسيزمال والبيرسيستنت لأنه مو من الناس اللي حيستجيبوا. البيرسيستنت باي ديفينيشن حيستجيب على ميديكيشن؟ لا أصلاً كيف بعرف البيرسيستنت؟ لأنه مش ريسبونسيف للدراج ثيرابي أوكي أو لا دي سي سي اللي هو الكارنت كارنت فيرجن. هلا الناس بصير عندها ديزنس ممكن بالبيرسيستنت يوصل 30 إلى 60 في البيرسيستنت بس عندهم تشست بين بيشتغل تشست بين تبع الأنجينا تبع الإم آي يعني مثلاً سينكو حكي فجأتكم اللي بتيجي. هلأ في ناس بتيجي على المستشفى هي مدرمت لي أمستيبل بمعنى مو معاليها أو مش مو معاليها بس نحكي معها مش قادرين نحكي معها مش قادر يحكي معها مش قادر حتى يحكي كلمات بيكون كتير كونفيوز أو الضغط كتير واطي مثلا الضغط تحت التسعين هذا نعتبره هي مدرمت لي أمستيبل بيشن. هذا البيشن علاجه هو إني أعمل له صدمة كهربائية DCC stand for دايركت كارنت فايبريشن شو جاش من كهربائية شو بدأوا إنه مش هلا الهارت في إلكتريكال سيجنال سريعة جدا أنا بعطي إلكتريكال سيجنال من برا أقوى منها عشان تصير هي بيت ميكر ما بصدق ولا شيء. هلا هيك أنا برجع لسنة تصير هي بيت ميكر لأنه لما بصدق إلكتريكال سيجنال إلكتريكال سيجنال كمانها تيرمينيشن أوكي نعطيها دائما before the first the second portion of the T-wave. إذا بتتذكر من المحاضرة ما بتحبوا تلقم T-wave تنقسم لإسمين the first portion correspond to the absolute refractive period the second portion the relative refractive period. فأنا لما بدي أعطي صدمة كهربائية لازم before the second portion عشان ما أدخل بالـ relative refractive period تنقسم لإسمين أنا بدي أوقف الـ ما بدي أعمل
الانسان كان 160 اذا مريض استشار وعلى دي سي تي شخص يكون اسمه كامل لكن اذا استشار خلاص عالج باراكسيزمال او باراكسيزمال هذا اذا مريض ايش ماله؟ هيمودينامكي انستيبل مش صاحي لكن اذا مريض صاحي العلاج أكيد دائماً الـ DCC هي the most effective way to convert to sinus rhythm. بس الـ DCC تخيل واحد صاحي أروح أحط له جهاز الصدمة الكهربائية يعني يوم عليه إشي مؤلم بدها تخدير الـ DCC بدي أخدر هذا المريض ما يكون ماكل هلا كثير في ناس ما بيكون يعني بيجونا بيكون ماكلين مش قادرين نخدرهم فما بقدر أعمل الـ DCC مع إنه الـ DCC هي the most effective way وإذا بدي أصير أضطر إني أستخدم medication to convert to sinus rhythm. The medications in general are less effective than DCC to convert to sinus. بس أنا مضطريتي ولا إذا أنا مش قادر أعمل DCC أو إن عملت DCC ومش أفكتر وقتها بدي أعطي إيش بالإنجليزي تمام؟ طيب هلا حكينا الـ goals of treatment إني أعمل control للventricular rate يعني أخفف من قوة السيجنال اللي توصل للventricle by what by giving medications that are known to reduce the heart rate زي بيتا بلوكر زي كالسيوم شانل انتاغونيست زي ديجوكسين زي الاميدرون اللي بيشتغل على كل الكلاسز هذا اول جول ثاني جول تو كونفيرت تو ساينس ريذم بريفيربلي باي دي سي سي اذا مش قادرين نعمل دي سي سي وشو قلنا ميديكيشنز طب شو هي الميديكيشنز اللي بترجع الاس اي نود للساينس ريذم هي تو كلاسز الصوديوم شانل بلوكرز اللي حكيت لكم انهم بي انهبيت وات الاوتوماتيسيتي شو يعني اوتوماتيسيتي انها الاس ان او تشتغل لحالها اوتوماتيسيتي هلا لما يكون عندي بارت اوف ذا هارت بيشتغل لحاله انا بدي اعمل له انهيبيشن كيف بعطي سوديوم شانل بلوكرز او اعطي بوتاسيوم شانل بلوكرز ليش الانهيبيتور ريفراكتورنس وانا بدي اعمل انهيبيشن للريفراكتوري بيير فانا بعطي بوتاسيوم شانل بلوكر او بعطي سوديوم شانل بلوكر معناته اذا ما قدرت اعمل دي سي بعطي اما بوتاسيوم شانل بلوكر او سوديوم شانل بلوكر تو كونفيرت ساينس ثالث شيء هو الجول مينتيننس اوف ساينس ريذم يعني انه انا يضل المريض محافظ انه الاس ان او دي هي البيس ميكر وما ترجع منطقه جديده تعمل لي ابنورمال امبولس فورميشنز باستخدام نفس الادويه البوتاسيوم والصوديوم شانل بلوكر انا اي كود مينتين الساينس ريذم بس انيشيالي وي دو نوت جيف بيشنت ادويه لحتى نعمل مينتيننس نكتفي بالادويه تو كنترول فنتريكولار ريت واخر شيء اني اعمل انتي كواجيليشن تو بريفنت ستروك مش لكل البيشنت للناس اللي عندهم مرض وقلنا الجول الأخير اللي هو كيوربل انفيسيف كيوربل بروسيجر في عندنا البالميناري فين ابليجن شوفوا عملوا الكتريكال مابينج لناس عندهم اتريال فيبريليشن صاروا يتبعوا وين الشرارات الكهربائيه عم تطلع هذا شكل قلب هذا رات اتريوم هذا ليفت اتريوم عند الليفت اتريوم عندي بالميناري فين عندنا فور بالميناري فينز عندنا سوبيريور بالميناري فينز وانفيريور بالميناري فين لما صاروا يعدوا عدد الناس من وين بتطلع الشراره الكهربائيه لقوا انه موست اوف بيشنت تطلع الشرارات الكهربائيه من المنطقة الليفت اتريوم بدات بي سوبيريور بينا سوبيريور بالمينري فينز والانفيريور بس السوبيريور لسه اكثر معناته في شيء بالاناتومي تبعت الكارديك مايوسايت قريب من البالمينري فينز او بالسكريشن اوف هرمونز او اوف ايون شانلز بتخلي هاي المناطق عرضه اكثر انها يصير فيها ري انتري او يصير فيها ابنورمال امبولس فورميشن اكثر من غيرهم اوكي فشو صاروا يعملوا صاروا يعملوها ابليجن يكبوها هلا في طريقه ثانيه بيعملوها للناس اللي عندهم underlying diseases يلي عندهم مثلا valvular disease مع atrial fibrillation لما بيفتحوا القلب مثلا بدهم يعملوا replacement للفالف بروحوا على الليفت اتريوم بقصوا الابندج اللي بتجمع فيه الثرومبس ليش بقصوا عشان ما يتجمع فيه الثرومبس وما يصير فيه عندنا سروق بقصوا الابندج بنفس الوقت اذا لاحظوا عملوا الكتريكال مابينج ولاحظوا في مناطق تطلع منها شرارات كهربائيه بيعملوا فيها stitches بيخيطوا عليها خيطوا عليها to terminate them. هاي اسمها ميزو بروسيجر. It's not curable زي الابليجن. ولأن المريض بيضلوا عنده underlying disease. ما بنعملها بالأردن. بيعملوها برا بأمريكا. بالأردن سمعت جديد انه صاير في بعمان الابليجن للبولمينري فينز. بس ما سمعت اذا في ميزو بروسيجر. هذا جدول بيرجينا الايتولوجيز و atrial fibrillation. الاسباب اللي ممكن تعمل atrial fibrillation. بتكون underlying diseases. بتكون cardiac in nature زي hypertension. Coronary artery disease, heart failure, diabetes, hyperthyroidism, valvular diseases, could be acute MI, could be obesity, could be sleep apnea, autoimmune diseases, could be familial or genetic in nature, could be cabbage. One of the most common types of arrhythmia post cabbage is
false operative atrial fibrillation. يعني بصير عندنا atrial fibrillation بعد العملية، بعد الكبد، بعد open heart surgery. والسبب إنه أنا long surgery فيها injury، فيها inflammation، فيها oxidative damage، إشي طبيعي إنه يصير فيها بعديها atrial fibrillation. علاجها مختلف عن علاج atrial fibrillation اللي إحنا عم نحكي عنه هلا. احنا عم نحكي عن الكرونيك افيب اللي بتلاقي المرضى قاعدين بالبيت ومتعالجوا. الاتريال فيبريليشن بالمستشفى بيعطوا اميودرون، يعني بوست سيرجري اذا المريض صار عنده اتريال فيبريليشن بيعطوا اميودرون. اي ساعه بتخلص محاضرتنا؟ والله ما نعرف، واحده ولا واحده الا عشرة؟ واحده. كويس. ممكن يكون الاتريال فيبريليشن اندوس باي ميديكيشنز، نفس الميديكيشنز اللي تستخدم، ليش بتضحكوا بتطلعوا، نفس الميديكيشنز اللي تستخدم لعلاج الأرمية ممكن تكون هي سبب في حصول الأرمية. ليش؟ أنا لما بعطي مثلاً صوديوم شانل بلاكر ولا بوتاسيوم شانل بلاكر ولا كالسيوم شانل أنتانيس، بكون عارفة إنه عنده مشكلة بالكالسيوم مثلاً، ما بكون عارفة بجرب جزء بوتاسيوم طبيعي أعطي كالسيوم شانل بلاكر أعمله مشاكل، جزء بوتاسيوم طبيعي أعطي كالسيوم شانل بلاكر أعمله هايبوكاليميا وأعمله أرمية. معناته انا لاني ما بعرف شو عم بصير ادويه الارمية نفسها عندها بوتنشل انها تعمل لي ايش؟ ارمية. فاحدى اسباب الارمية انه انا باخذ ادويه زي الادويه اميدرون ممكن يعمل لي ارمية، كمان ممكن تكون اسبابها كيموثيرابيك ايجنت زي الباكليتاكسل، ممكن تكون بوزيتيف ايروتروبيك ايجنت زي الابنفرين دوبيوتامين، هاي ادويه ترفع الهارتك ممكن تدخل لي ايش؟ بارمية، خصوصا اذا اعطيت هاي دوزز منها. ممكن الكحول، ممكن دواء زي الالبيترول، الالبيترول هو بيتا 2 اجونست يستخدم لمرضى السي او بي دي والازمة، معروف هون عند الموست كومن سايد افكت الالبيترول هو ايش؟ بالبيتيشن بزيد الهارت ريت، وممكن يعمل بالبيتيشن ممكن يدخل المريض بالارمية اذا كان عنده اندرلاينج ريسك فاكتورز للارمية. نبلش هلا نحكي عن الجولز، كيف نعالج كل خطوة. اول جول من الجولز اني اعمل كنترول للفنتريكولار ريت، اقلل قوة الاريتريكال سيجنال اللي بتوصل للفنتريكل. كيف؟ قلنا اما بعطي بيتا بلوكر او بعطي كالسيوم شانل انتاجونست او بعطي ديجوكسين او لاست تشويس اميدرون. كيف بعطيهم؟ مين اللي ببلش فيه؟ حسب الاجكشن فراكشن او حسب اذا المريض عنده هارت فيلير ولا لا. اذا المريض عنده لو اجكشن فراكشن او سيستوليك هارت فيلير بقدر اعطي كالسيوم شانل انتاجونست؟ لا، بس بقدر اعطي ديجوكسين وبقدر اعطي بيتا بلوكر، صح؟ ولاست تشويس اميدرون. لكن اذا المريض ما عنده مشكله، لا عنده هارت فيلير ولا عنده كورونري ارتري ديزيز ولا حتى انا ما عندي اي تخوف تجاه الاجكشن فراكشن، جو اهيد اند جيت كالسيوم شانل انتاجونست او بيتا بلوكر، صح؟ فاحنا بنحب نبلش فيهم لانهم ذا موست افكتيف ميديكيشنز. فهذا هو الالجوريثم اللي بحكي لك كيف اعمل كنترول للفنتريكولار ريت. بنبلش بالمستشفى نعطي اي في ميديكيشنز، لما بيروح المريض للبيت انديفينيتلي بده ياخد اورال ميديكيشنز، تمام؟ طيب atrial fibrillation ممكن يجينا مريض without underlying cardiovascular disease، go ahead and give either beta blocker أو calcium channel antagonist اللي هم non-dihydropyridine. لكن إذا المريض عنده heart failure with reduced يعني systolic heart failure فقط، ما بقدر أعطي calcium channel antagonist، هو هيك هيك رح يكون ماخذ beta blocker، صح؟ ممكن أعطي بالمستشفى IV beta blocker، ما كفى ممكن أضيف له IV digoxin لأنه digoxin نيجاتيف كرونوتروبيك ايجنت بس بيزيد الكونتراكتيفيتي فما بيضايق المريض. اذا المريض عنده سي او بي دي ما في سبب يمنع استخدام الكالسيوم شانل انتاجونست. بيتا بلوكر باي ذا واي ان سي او بي دي وذ كوشن، لكن اذا بدي اعطي ممكن اعطي ايش؟ السلكتيف بيتا بلوكر. واخر تشويس هو الاميدرون. اذا المريض عنده بريزنت اجكشن فراكشن نفس الشيء، يعني اذا عنده هارت فيلير دايستوليك هارت فيلير اجكشن فراكشن طبيعي، ما فيش مشكله اني استخدم كالسيوم شانل انتاجونست. احنا مشكلتنا فقط بسيستوليك هارت فيلير وين ذا اجكشن فراكشن از لوور ذان 40، هم بهدول انه وي هاف تو افويد الكالسيوم شانل انتاجونست. بشكل عام بنحب نعطي الدلتيازم اكثر من البيرابيميل اذا نعطي كالسيوم شانل انتاجونست لسببين، انه البيرافيميل بيعمل انساك وبيعمل الهايبوتنشن اكثر من الدلتيازم، عشان هيك الدلتيازم از بريفير اوفر البيرافيميل. السكند جول هو تو كونفيرت تو ساينس ريذم، يعني ارجع الاسئله بتصير هي البيس ميكر. كنا شو بنستخدم ادويه؟ اما صوديوم شانل بلوكرز او كالسيوم شانل بلوكرز. طبعا هي اذا ادويه، لكن اذا انا بدي ابلش شو ببلش؟ سي 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 از موست يعني مور افكتيف ذان ذا دراج. إذا المريض هي مودالتي أستيبل start with DCC. إذا المريض كان أستيبل
شو بعمل؟ بفكر انه اعمل دي سي سي اذا بقدر اخدره او اعطي ملكي. لكن my decision to do conversion بصالة ظلم بتأثر بإشي تاني كتير مهم. أنا لما قلت لكم إنه الأرض الكبريشن بزيد الرسم السرعة قلت لكم ليش؟ تتكون الكرمبس وإذا رجع المهار تشتغل طبيعي الكرمبس تطلع لا لماذا؟ معناته أنا إذا مريض كان عنده أرض الكبريشن تتكون الكرمبس عنده روحت عملت له conversion كنت عمله إيش؟ طيب أنا بقدر دغري أعمل هيك conversion سواء عم بحكي عن DCC أو medication both of them can convert the heart to sign of rhythm صح؟ بغض النظر أنا شو بستخدم أنا خطأ دغري أقرر إني أعمل conversion without evaluation of thrombus formation. هلا المفروض إن thrombus formation the probability of thrombus formation بتزيد كل ما طول المرض لحتى ما يجي على المستشفى. يعني كل ما طول السيمتوم عنده أكثر وارتجف البين أكثر كل ما زاد فرصة إن thrombus يتكون وكل ما كان duration of symptoms قليل كل ما قلت فرصة إن thrombus يتكون. إذا بيجي المريض within less than 48 hours of symptoms the probability of thrombus is low. لكن إذا إجى المريض بعد 48 ساعة من بداية السيمتوم بتكون the thrombus probability is high. صح أروح دغري أعمل conversion؟ لا أجرب ولا DCC غلط. لكن إذا كان تحت 48 ساعة go ahead and do DCC دغري. إذا ما أقدر أعمل DCC go ahead and do DCC. إذا مش قادر أعمل DCC أو مش effective نعطي أدوية. لكن إذا المريض عنده فوق 48 ساعة my decision should be delayed. لازم أخله. إما بأخله بعطي المريض أنتي فوق الجيلانت وبقول له روح على البيت بعد شهر أرجع لي بعمل لك DCC حتى أضمن إنه إذا في ثرومبس راح. بعد ما أعمل DCC برجع بعطيه كمان أنتي فوق الجيلانت حتى أضمن إنه يكتشف إنه ثرومبس بيطلع لي وين الستروك. هاي إحدى الطرق اسمها delayed DCC. لو أنا ما بعمل DCC بمشي على أنتي فوق الجيلانت بروح للبيت مدة شهر على أنتيكوبلين برجع عندي على المستشفى بعمل له DCC وبرجع بروح بأنتيكوبلين لفترة لا تقل عن شهر. هاي أول طريقة delayed DCC. في طريقة جديدة أحسن منها. طب إحنا ليش ما عندنا مريض أنتيكوبلين معرض لرسك الدين وبيجوز ما عنده صح؟ يعني كلها probability. هلا في شيء اسمه TEE Transesophageal Echo. بنعمل إيكو عن طريق الإيدوفيس عن طريق المريض. هاي الطريقة بتقدر تخليني أشوف جوا الأتريوم ببين عند الثرومبس ولا ما عند الثرومبس. إذا عند الثرومبس بروح المريض بيعطي كوبيرا بقول له بعد شهر بترجع لي برجع لك بعيد لك التي بي إي لأشوف الثرومبس استافي ولا لا. إذا ما عند الثرومبس مين وقتها من خلال 24 ساعة إيش؟ بعمل له دي سي سي تمام؟ معناته هاي الطريقة اسمها إيرلي إيرلي دي سي سي بتعتمد على إنه أنا عملت له شيء اسمه تي إي إي ترانس إيدوفيجيال إيكو وهي طريقة موجودة عندنا وبيستخدموها هلا براكتس أحسن يعني بطلوا يستخدموا الطريقة اللي ديريك دي سي سي مشهور على أنتيكوبلين هلا بيعملوا تي إي إي بشوفوا إذا في ثرومبس يروح المريض وإذا ما في ثرومبس بيعمل دي سي سي ماشي برجع إن شاء الله برجع لكم هذا اللي أنا حكيته وبكمل علاج الأتريال فيبريليشن Thank you.